والاصرار اللي عندك دي الحقيقه عجباني جدا، بس انا بيتهيألي انه ده له اصل، يعني له سبب. التنشئه بدايتك اكيد ساهمت لده، انك ما خدتش الفرصه بسهوله في الدنيا، في الحياه، في الشغل، في وجودك في النادي. مظبوط. طبعا طبعا. بص، اللي بيجي سهل بيروح سهل في اي مجال من المجالات. اللي بيتعب وبيشقى وبيجتهد وبيصبر وبيتحمل طالع من ظروف صعبه. طبعا طبعا. معظم لعيبه الكوره طالعين من ظروف صعبه، يعني معظم لعيبه الكوره، يعني حوالي 99%. عمرك ما تلاقي لعيب كوره. وانت بتلعب كوره كنت بتشتغل وانا صغير؟ طبعا فعلا. طبعا بقول لك، بس معظم الناس يعني وفي ناس كتير عارفه يعني اي حد ظروف بيمر بيها، لكن ما بتكلم. تقويك وتخليك طالع ذكر كده راجل يعني. لازم لازم، زي ما بيقولوا يعني الشارع بيعلم والظروف بتعلم، والظروف الصعبه بتخليك راجل وبتخليك تحس بالناس وبتخليك عندك احساس بالمسؤوليه. كل الظروف الصعبه، فاكر يعني كل باول مرتب اخدته، باول كل حاجه، باول حذاء كوره لبسته، كل حاجه فاكرها ومحفوظه. طب ما تفكر النجوم الكبيره اللي في مصر دلوقتي زي حسام غالي، عماد متعب، احمد فتحي، كل النجوم اللي موجوده في يعني الاسامي الثقيله، حسام عاشور، مروا بظروف صعبه جدا جدا. صحيح. يعني تقعد مع حسام غالي، يعني حفظ الالقاب طبعا كابتن حسام غالي، يحكي لك على ظروف صعبه مر بيها. انت شايف حسام غالي دلوقتي النجم، شايف عماد متعب النجم. صحيح. انا ما شفتش هو كان عامل ازاي، بس ما شفتش مر بايه، ما شفتش ابتدى ازاي، ما شفتش عانى ازاي. اثر فيا جدا النني وتريزيجيه، الحلقتين دول انا ما بنساهمش الحقيقه، لانه تريزيجيه لازم ياثر فيك. يعني الناس اللي هم عندهم بدايه شوية بدايه موجعه. النني نفس القصه.